صوت كده متاخر كل حاجه مش احلى اتكلمنا في المذكره دي الحصه اللي فاتت على الروماتويد ارثرايتس. الروماتويد ارثرايتس خلي بالك عشان نعرف الفرق ما بين الاثنين. الروماتويد ارثرايتس كان مرض ممكن يجي في اي سن. ايه ملوش علاقه بالعدس، انا ممكن يجي لي روماتويد ارثرايتس اللي هو اوتو اميون ديزيز. وكمان كان جهاز المناعه بيهاجم مين؟ السينوفيا نفسه. السينوفيا المبدئيه والسائل السلالي والكلام ده كله. وكمان الروماتويد ارثرايتس لما كان بيجي كان بيجي باي لاترال في الناحيتين، في المفاصل الصغيره ولا الكبيره؟ الصغيره بتاعت الايد والرجل والريست زي ما قلنا. وكمان كان مميز قوي في تشخيص المرض ان انت بتلاقي حاله ستيفنس، وطبعا بتلاقي زياده في الروماتويد فاكتور والسي رياكتيف بروتين والانتي سيكرولينيتد انتي بوديز، الحاجات اللي كنا عارفينها دي، والاكسترا بارتيكولار سين. طيب اما بقى لما اجي اتكلم على المرض اللي هو الاوستيو ارثرايتس. الاوستيو ارثرايتس بالعربي كده تاكل في الغضاريف، ان انا حصل عندي تاكل في الكارتريج. مش بس كده، ده التاكل ده كمان مش في الكارتريج بس، ده كمان دخل على البون، دخل على البون. قبل ما بشوف الباثوفيزيولوجي بتاعه هتلاقيه دايما بيعكس الحاجات دي. يعني انت دايما الاوستيو ارثرايتس هتلاقيه مرتبط قوي بالسن. انا ما يجيليش تاكل في القضايف، لا ده الناس العواجيز. هتلاقيه مثلا لما بهاجم او بكسر انا مركز على مين؟ الكارتريج. هتلاقيه مثلا لما بنتكلم عليه هو ممكن يجي في ناحيه واحده عادي. نفصل في ناحيه واحده من الجسم. ودايما بيجي في المفاصل الكبيره اللي هي شايله اوزان، اللي هي محمله الجسم كله. المفصل بتاع الركبه، المفصل بتاع الحوض، ماشي؟ دايما المفاصل الكبيره. بالاضافه طبعا ان الموضوع كله بيبقى مفيش ستيفنس، بس بيبقى فيه بين وايه؟ وانفلاميشن. بالاضافه طبعا ان التحاليل دي كلها هتبقى نيجاتيف. يعني هلاقي السي رياكتيف بروتين عادي، مش هلاقي روماتويد فاكتور، مش هلاقي اكسترا ارتيكولار سيمبتومز، مش هلاقي انتي سيترولينيتد انتي بودز. عشان كده لما جيت اعرف الاوستيو ارثرايتس قلنا عباره عن مرض بيصيب الانسجه المفصليه. ايوه بيصيب مين في المفصل؟ بيصيب الكارتريج، الغضاريف، ويبدا يعمل فيها تاكل، والتاكل ده ممكن يوصل للعظم. في الاوستيو ارثرايتس الموضوع كريسك فاكتور ليه علاقه قويه جدا بالسن اكتر بكتير من الروماتويد ارثرايتس، لان الاوتو اميون ديزيز ملوش علاقه بالسن. ليه علاقه بالاوبيزيتي طبعا، لان انت بتحمل على المفصل فبتسهل ان يحصل له دمج. الحمد لله بفضل ربنا نسبه حدوثه برضه اعلى في الفيميل، دي نعمه من عند ربنا. كمان بيبقى ليه علاقه اكتر بالمرضى اللي عندهم اكروميجالي. اكروميجالي اللي هو الاوفر برودكشن من مين؟ من جروس هرمون. اللي بيبقى عنده نشاط زايد في جروس هرمون بيبقى معرض اكتر لمشاكل في المفاصل من ضمنها الاوستيو ارثرايتس. طيب الباثولوجي بتاعه، يعني المرض بيبدا ازاي او بيحصل ازاي؟ احنا اساسا الخلايا بتاعت الكارتليج ده بيبقى للفهم، يعني دايما اي باثوفيزيولوجي للفهم بس. الخليه بتاعت الكارتليج اسمها ايه؟ كوندروسايت. الخلايا الاساسيه المكونه من الغضروف اسمها كوندروسايت. المفروض ان الكوندروسايت دي زي ما بيحصل في العظم ليها نشاط كاتابوليك وليها نشاط ايه؟ انابوليك. يعني بتكون خلايا مهمة في الغضاريف، وبعد كده بعد فترة بتكسر الخلايا دي وتجددها في بناء وفي تكسير.
والمفروض ان البناء والتكسير يبقى فيه منهم ايه؟ بالانس. المحفز لحدوث الاوستيوارثرايتس ان البالانس زاد او اختل تجاه النشاط الايه؟ الكاتابوليك. الكاتابوليك اكشن بدا يزيد الخاص بالكونتروسايتس، فبدات الغضاريف تتكسر وبدا يحصل في الغضاريف حاجه اسمها كراكس. كراكس يعني شقوق او يحصل فيها دمج. الشقوق او الكراكس دي هي اللي بتزود الموضوع وبتوصله لمين؟ للبون، وهي كمان اللي بيتبعها نشاط زايد للسيتوكينز، وبالتالي برضه هيحصل ايه؟ يحصل انفلاميشن. طالما في نشاط غريب بدا يحصل وفي وظيفه بدات تختل، لازم جهاز المناعه يروح يشوف في ايه، يروح يرخم ويروح يسبب مشاكل. فبرضه تواجد السيتوكينز وكرات الدم البيضاء في المفصل بعد ما هيحصل كوندروسايت دامج ويحصل شقوق في الكارتليج اوصل للعظم، هيؤدي الموضوع لحدوث ايه؟ انفلاميشن في المنطقه بتاعت المفصل نفسه. كمان بنلاحظ ان لما التاكل وصل للعظم حصل نشاط زايد للاوستيوبلاست، وبدات الاوستيوبلاست تكون حتت عظم زياده اسمها اوستيوفايتس او اسمها بون سيست. يعني هو المفصل كان كده زي ما احنا كنا راسمينه قبل كده، وعندي الغضروف اهو وده الغضروف هنا. الغضروف بدا يحصل فيه تاكل تاكل لحد ما وصل للايه؟ للبون. كرد فعل الاوستيوبلاست نشاطها زاد وبدا تكون زيادات عظم كده. الزيادات دي بتبقى على الجلاب مش بتبقى في مكان التاكل نفسه. الزيادات دي هي اللي بسميها الاوستيوفايتس او هي اللي بسميها السيست، عشان برضو لما يتقال اسمها ابقى فاهم. يبقى انا بدايه الموضوع ان انا عندي خلايا في الغضاريف اسمها خلايا غضروفيه اللي هي الكوندروسايتس، بتقوم بعمليه انابوليك وعمليه كاتابوليك زي ما في العظم بالظبط، في اوستيوبلاست واوستيوبلاست بينهم بالانس. النشاط بتاع الكوندروسايت ده والبالانس بيختل مع السن، بيضعف وبيبدا يميل اكتر في اتجاه الكاتابوليزم، فبيبدا الغضاريف تتاكل وتتكسر ويحصل فيها حاجه اسمها كراكس شقوق. ومن خلال الشقوق دي بيبدا الضرر يوصل للايه؟ للعظم. كرد فعل لما الضرر بيوصل للعظم، طبعا كل ما الغضاريف بتتاكل خلي بالك نهايات العظم بتحك في ايه؟ تحك في بعض. كل ما العظم بيتاكل الاوستيوبلاست نشاطها بيأفور قوي، فبتبدا تكون زيادات عظميه كتير حوالين مكان الضرر اللي هو سميته البون سيست او الاوستيوفات. طالما في مشكله وفي تآكل للغضاريف وفي نشاط اختل وفي حاجة بايظة، برضو بنلاحظ تواجد السيتوكاينز وخلايا جهاز المناعة والواي بي سيز، وبالتالي بعد كده حدوث ايه؟ انفلاميشن. يبقى في تآكل في الغضاريف وفيها نهايات عظمية بتحك في بعض وكمان في انفلاميشن. تآكل الغضاريف اللي حصل وتآكل العظم بيبدأ يحفز النهايات العصبية. طبيعي. النهايات العصبية اللي هي واصلة لمراكز الإحساس بالقلب. ومن هنا المريض بيبدأ يحس بإيه؟ ببين. يحس بألم وبيحس بوجع وبيحس بعدم القدرة على الحركة. طبعًا في الجنرال ميجرز بتاعتي لازم أدي أدوية عشان أعمل إيه في الألم؟ أقلله. لازم أدي أدوية عشان أساعد المريض على الحركة. لازم أدي أدوية لتقوية المفصل والغضاريف. لازم اقلل الوزن طبعا وامارس بعض انواع التمارين او الانشطه اللي هو الكلام الجنرال ميجرز. ولكن المهم جدا بالنسبه لي سواء في الروماتويد ارثرايتس او الاوستيو ارثرايتس او المبدا الدراج تريتمنت الادويه اللي احنا بنديها. خمسه؟ ماشي. طيب ايه الادويه اللي احنا بنديها؟ مش هتعالج المرض بشكل نهائي ولكن توقفه شويه او تخفف حده الالم. طبعا بيبقى عندنا
في الاوستيو ارثرايتس فيرست لاين، في سكند لاين، في ثيرد لاين. البدايه الدراج اوف تشويس بتاعي هو مين؟ الاسيتامينوفين. الاسيتامينوفين او الباراسيتامول هو الدراج اوف تشويس. ولما ادي الباراسيتامول طبعا احنا عارفين ان هو في الجرعه الكبيره، في الجرعه الكبيره هيضر مين؟ الكبد. الكبد هيضر الليفر وهيباتو توكسيك. عشان كده انا بدي جرعات كبيره منه، بس بعمل حسابي ان هي ما تعديش كام؟ 3 جرام. ليه ما تعديش ال 3 جرام؟ عشان اتجنب اي هيباتو توكسيسيتي. فعشان كده مثلا لو هاخد بنادول 1000 او هاخد نوفالدول 1000 باخده 3 مرات، ما عدتش ال 3 اهو. ولو عايز تاخده 4 مرات يبقى جرعه 650. يبقى يا اما هاخد 1000 مللي جرام 3 تايمز دي او 650 مللي جرام 4 تايمز دي. المهم ان انا ما عنديش ال 3 جرام عشان تدهور وظائف في الكبد. كمان انت لازم تفهم المريض وتحذره. انت دلوقتي بتاخد اقصى جرعه من الباراسيتامول، فما ينفعش مثلا لما يجي لك برد تاخد لي دواء برد. هو دواء البرد هيبقى في تركيبه باراسيتامول، دواء الكحه هيبقى في تركيبه باراسيتامول، ده اسمه هيدن باراسيتامول. فلازم تحذر المريض وتنبهه وتتابعه ان هو ما ياخدش اي ادويه برد او ادويه كحه يبقى فيها باراسيتامول مستخبي او مش باين. النوع الثاني من الادويه اللي انا ممكن استخدمها هما النسيتس. ده سكند لاين. يعني لو الباراسيتامول ما كانش كفاءه لوحده ان هو يخفف حده الالم، هضيف عليه مين؟ النسيتس. أنا يفضل ان انت تتجنب الكرونيك يوز من النسيتس؟ طبيعي، عشان الاعراض الجانبيه على جي اي تي وعلى كده، دي حاجه معروفه. ولو انت مصر ان انت تاخد النسيتس لفتره طويله، فانت ممكن تستخدم كوكس 2 انهبيتور، يبقى اقل في الاعراض الجانبيه، او تضيف اثناء العلاج بالنسيتس البروتون بامب ايه؟ انهبيتور، عشان امنع خلوص القرحه واقلل الاعراض الجانبيه على المعده. الكلام كله سهل ومعروف. يبقى انا لو الاسيتامينوفين ما جابش النتيجه المطلوبه هضيف عليه نسيتس. ولما هضيف النسيتس الافضل ان العلاج بالنسيتس ما يبقاش مزمن. ليه؟ عشان الاعراض الجانبيه على المعده وعلى الكلى. ولو هبقى مضطر ان انا ادي نسيت فتره طويله، يبقى انا استخدم كوكس 2 انهبيتور او اخد نسيت ومعاه ايه؟ بروتون بامب انهبيتور. طبعا النون ستيرويدال انت بتدي، افترض مثلا اديت ديكلوفيناك ما جابش نتيجه، عادي يعمل سويتش لنوع تاني، ادي ايبوبروفين، ادي نابروكسين. انا بغير، المهم ان انا اوصل للماده الفعاله للمريض هيستريح عليه. وافضل واحد من النسيتس بيحبوا يستخدموه هو النابروكسين. ده افضل واحد من النسيتس. يبقى يا هاخد كوكس 2 انهبيتور مع الاسيتامينوفين، يا اما هاخد نابروكس. طيب ايه الاحتياطات بتاعتي؟ اولا طالما بتدي نون سترويدال يبقى انت كل شويه لازم تامن على الاعراض الجانبيه، على جي اي تي وعلى رينال وعلى القلب. تخلي بالك من الاعراض الجانبيه اللي ممكن تحصل على المعده، ان انا هسبب قرحه، ممكن تحصل على الكلى ان انا بعمل صوديوم اند ووتر ريتنشن وبضعف الفلتره. وطبيعي طالما بعمل صوديوم اند ووتر ريتنشن يبقى ممكن اضر القلب واسبب مشاكل. كمان المريض اللي ماشي على المسكنات لفتره طويله، اللي هو اخر سطر مكتوب عندك، لازم كل سنه يعمل سي بي سي، بلاد يوريا نيتروجين، سيرم كرياتينين، اي اس تي. حاجه طبيعيه عشان اطمن على وظائف الكبد ووظائف الكلى وخلايا الدم. بعمل سي دي سي صوره دم، بلاد يوريا نايتروجين وظائف كلى،
سيرام كرياتينين وظائف كده اي اس تي انزيمات كبد. بعد كده خلي بالك لو واحد بياخد الاسبرين فور كاردياك ديزيزز، يعني مريض اوستيو ارثرايتس بياخد الاسبرين سيوله مش بياخده كمسكن، وجاله غلطه قبل كده فمشي على الاسبوسيد، طبعا هو بياخد اسبرين وانت بتديله نون سترويدال، لان احنا عارفين ان جرعه الاسبرين بتاعت السيوله مش مسكنه، مش انتي انفلاماتوري، ده 81 ولا 75. فكده هيبقى بياخد اسبرين مع نون سترويدال، فبيقول لي لازم تدي بروتون بومب انهبيتور طبعا عشان ايه؟ تحمي المعده. كمان في نقطه ودي مهمه جدا في الكيس، نفترض ان انت في الاوستيو ارثرايتس اديت لي نابروكسين نفس الدواء، وانا كده كده باخد اسبرين مش كمسكن، انا باخده عشان يعمل ايه؟ سيوله. هل ينفع ادي النون سترويدال مع الاسبرين بتاع السيوله في نفس الوقت؟ خلي بالك هي كل المسكنات كانت ريفرسبل كوكس انهبيتور، ماشي؟ الاسبرين كان بيعرف يعمل سيوله لانه كان ريفرسبل كوكس انهبيتور، يعني هو الوحيد فيهم الايه؟ الريفرسبل. طب ما الاثنين بيمسكوا في نفس الانزيم اللي هو الكوكس، فانت لو اديت الناسيت مع الاسبرين النون سترويدال هيضعف تاثير السيوله بتاع مين؟ الاسبرين. والاسبرين لو بيمسك في 100 انزيم الريفرسبل، انت خدت معاه في نفس الوقت نون سترويدال هياخد منه 50، يبقى كده التاثير العلاجي بتاع الاسبرين في السيوله ايه؟ هيقل. فلازم تاخد الاسبرين الاول جرعه السيوله، وبعد نص ساعه او ساعه تاخد الايه؟ النون سترويدال. دي نقطه مهمه، لو باخد الاسبرين عشان يعمل لي سيوله ما ينفعش نون سترويدال معاه في نفس الوقت، هيضعف تأثير السيولة بتاع الأسبرين. هاخد الأسبرين الأول وبعد كده أفصل في الوقت وأدي جرعة الإيه؟ النسب. ويفضل في النسب أفضل واحد هو النابروكسين، ولو عايز أبعد عنهم أروح لسلكتف كوكس 2 إنهبيتور. حد فاكر اسمه؟ سيليكوبزين. برافو، هو السيليكوبزين. طيب النوع الثالث خدناهم طبعا قبل كده في السيرابيوتكس، هي دي السيرابيوتكس اللي هم الاوبويدز. الاوبويدز تقول ايه؟ النابروكسين مش عشان ده النابروكسين ايه؟ خلاص المفروض ان الاوبويدز دول بديل لمين؟ نون سترويد. هو كده كده الاسيتامينوفين ثابت، والاسيتامينوفين طالما جرعته مش كبيره عمره ما هيعمل ضرر، احنا عارفين هو سيف. فكل الحكايه ان المريض لو الالم لسه ما بيروحش بضيف نون سترويد، ولو النون سترويد ما جابتش نتيجه خالص او ما تنفعش تتاخد يبقى هستخدم مع الاسيتامينوفين ايه؟ اوبويد. هتقول لي امتى النون سترويدال ما ينفعش تتاخد؟ هقول لك لو قلت لك ان المريض جيرياتريك معدي ال 70 سنه او في العنايه المركزه او عنده رينال فيلير او عنده ليفر فيلير، السن الكبير بالذات. احنا حتى كان عندنا الامريكان جيرياتريك سوسايتي اللي هي الاي جي اس قالت ان الناسيدز ما بدهمش للناس الكبار، ده الاوبويد احسن لهم بكتير. فانا والله لو شخص حالتي تسمع ان انا اخد نون سترويدال باخد نون سترويدال مع اسيتامينوفين، ماشي. لو نون سترويدال جربت فولتارين وجربت بروفين وجربت كيتوفان ومفيش، هضيف ايه؟ اوبويد. طب لو انا من الاول ممنوع ليا الناسيدز يبقى استخدم الاوبويد. اذا الاوبويدز هي البديل بتاع النون سترويدال لو النون سترويدال كونترا انديكيتد او لو النون سترويدال ان افكتيف. ولو قال لك ان مريض الاوستيو ارثرايتس معدي 70 سنه او حالته الصحيه متدهوره، يبقى هو من الاساس مش هياخد ايه؟
نقص نسج زي في حاله طبيعيه ومعروفه. طبعا الاوبايدز بيبقوا مفيدين جدا في حالات البين اللي هي بتكون مودريت او سيفير. وحتى احنا كنا خدنا في المذكره رقم 2 ان انا بحب قوي اعمل كومباينيشن. يعني ساعات من اشهر الكومباينيشن كان الاسيتامينوفين مع الهيدروكولون. ده مورفين دريب. وكمان من ضمن الاوبويدز اللي كانت ممكن تستخدم هو مين؟ ترامادول. ياخده لوحده ياخده مع الاسيتامينوفين. يبقى يا اما هيدروكولون مع الاسيتامينوفين يا اما ترامادول مع الاسيتامينوفين. طيب الخطوة الرابعة، خلي بالك المرحلة الرابعة مش ببدأ بيها، أنا هبدأ أطبقها لما يبقى المسكنات العادية والأوبويد ما بيجيبوش النتيجة. خلاص أنا ماشي بترتيب، يعني لو المريض لسه هيبدأ يتعالج ما بتقوليش هديله أوبويد، لو لسه هيبدأ يتعالج ما تقوليش هحقنه كورتيزون في المفصل. إحنا ماشيين بالترتيب. عندي بعد كده انترا ارتيكولار كورتيزون، بنسمعها كتير في حالات تاكل الغضاريف اللي بتيجي للعواجيز او الناس الكبار. يقول له انا هديك حقنه كورتيزون انترا ارتيكولار في المفصل عشان يبقى تاثيرها موضعي. والحقنه دي لما بتتاخد بتتاخد كل 3 شهور. يا اما هاخد ميسايلي دريبنيزولون او ترايا ميسينيلون. اكتب جرعتهم بس من 10 ل 40 ملي جرام. من 10 ل 40 ملي جرام كل 3 شهور. طبعا لما بوصل لمرحله ان المسكنات ما بقتش بتجيب نتيجه وان انا هحقن كورتيزون في المفصل، المفصل بيكون فيه ورم وفيه افيوجن. افيوجن يعني ترشيح، يعني بيسرب سوائل. فدايما في المرضى اللي بيوصلوا مع المرض لحاله متاخره وبيوصلوا ان فيه افيوجن ترشيح في المفصل بحقنهم كورتيزون. بس هو دايما بعمل ايه؟ بجيب سرنجه الاول اعمل بيها اسبيريت لكميه من الميه، بسحب كميه من الميه وعلى قد كميه الميه اللي سحبتها بتحقن ايه؟ كورتيزون. ساعات السرنجه اللي بسحب بيها ميه واملاها كورتيزون واحقنها ممكن تنقل انفكشن للمفصل. عشان كده في الاعراض الجانبيه بيقول لك سيبتك ارثرايتس. سيبتك ارثرايتس ان السرنجه نقلت لي عدوى. يبقى انا بخش بالسرنج اسحب كميه فلويدز من المفصل وعلى قد الفلويدز اللي سحبتها بدي كورتيزون. ساعات السرنجه اللي بعمل بيها كده بتنقل لي عدوى للمفصل وتسبب لي سيبتك ارثرايتس. طب لو قلت لك ان انا حقنت كورتيزون في المفصل والالم لسه موجود، الخطوه اللي بعديها بالترتيب هروح حاقن في المفصل هايالورونيك اسيد، وده تاثيره بيفضل مستمر 30 اسبوع. الهايالورونيك اسيد ده من الفلويدز والبروتينات المكون الاساسي للكارتريج. دي الحاجه الاساسيه اللي بتكون الكارتريج وتبنيه. لو الكورتيزون انترا ارتيكولار ما جابش النتيجه المطلوبه يبقى انا هدي هايالورونيك اسيد انترا ارتيكولار. الحاجات اللي بعد كده ممكن تستخدم في ماده اسمها جلوكوزامين وفي ماده اسمها كوندرويتين. الاثنين دول من المواد الطبيعيه اللي بيكونوا السينوفيال فلويد. يعني السينوفيال فلويد تكوينه الاساسي من بروتينات اسمها جلوكوزامين وايه؟ كوندرويتين. حتى الناس الكبار اللي عندهم تاكل في الغضاريف هتلاقيهم دايما بيتكتب لهم دواء اسمه دوروفين. دوروفين بتاع الغضاريف. هو الدوروفين ده عباره عن ايه؟
جلوكوزا امين وكونترويتين اللي هي المكونات الاساسيه للساينوفيال فلويد. بس لحد دلوقتي الكلام عليها ايه؟ متناقض رايح جاي، يعني ناس يقولوا بتجيب نتيجه ومهمه، وناس يقولوا لا ما بتجيبش نتيجه ومش مهمه، فهي تعتبر زي نوع من انواع الفيتامينات يعني، او الحاجه اللي بتغذي الساينوفيال فلويد وبتقوي شويه الغضاريف او المرض. اكتب بس على الجلوكوزامين ان هو جرعته من 400 ل 500 ملي جرام ثلاث مرات في اليوم، وده جرعته 400 ملي جرام. جلوكوزامين من 400 ل 500 ثلاث مرات، كوندرويتين 400 ملي جرام. طيب ساعات زي ما احنا عارفين اي بني ادم عنده وجع في المفصل او وجع في العظم ممكن استخدم حاجات توبيكال ادهنها، بالذات لما بيكون الوجع ايه متحدد مكانه في عظمه معينه او في حته معينه، مش يبقى الوجع في كل جسمي مثلا وهدهن حاجه توبيكال. من اشهر الحاجات اللي كلنا بندهنها مش الناس دي بس توبيكال، ان انا ممكن استخدم الشط. الشط لو تفتكر كان اسمها كاونتر ايريتنت، يعني هي بتعمل الريتيشن في مكان الوجع فتلهيك عن الوجع، تقول لك ايه ده بتطلع قراوه ده بتطلع ساقعه، والناس يقول لك ايه ده بتطلع ساقعه وقراوه انت كده بتخف، يعني هم عندهم مسمى كده يعني برد بيض. البرد بيض البرد بيض لا هو مفيش حاجه بتطلع ولا حاجه بتخف، هي شطه فبتعمل الريتيشن في مكان الوجع فانت تلاقي هب وطالع كده، فده بيلهيك او بيداري على الالم الاساسي. بس طبعا الشطه مشكلتها ان هي طبعا ما ينفعش ادهنها لما اكون لابس جلافز، طبعا ما بنعملش كده، وكمان بتعمل اريتيشن للعين لان ممكن ادهن بيها وادعك عيني او احط ايدي في بوقي او اعمل حاجه ففيها مضاعفات شويه. ممكن الحاجات التوبيكال كلنا بندهن بولبرين جل اللي هو الديكلوفيناك. ديكلوفيناك جل وده ابروفد من ال FDA لتخفيف اللوكال بين. ولما جربوا على فكره عملوا كلينيكال ترايلز وجم يجربوا الفرق ما بين الديكلوفيناك جل والديكلوفيناك اورال في الحاله دي، لقوا ان الاثنين نفس الافكتس نفس الافكتس. اخد ديكلوفيناك اورال او ديكلوفيناك جل توبيكال، الاثنين في الاوستيو ارثرايتس هيبقى ليهم نفس الافكاسي ونفس الكفاءه العاليه. يعني قلت فترة صغيرة كده عشان الامتحانات تفرق بيهم شوية.